بلدي الناس ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الابتلاءات التي يمر بها الناس في هذه الأيام الواجب عليهم أن يتنبهوا. قال الله تعالى: وبلوناهم بالحسنات أي بالنعم، والسيئات أي المصائب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه كتاب القدر، وهو الكتاب الثامن من كتاب الفتاوى. وبلوناهم بالحسنات بالنعم، والسيئات المصائب لعلهم يرجعون. فيذكر شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي الكتاب الذي قبله وهو كتاب الإيمان أن الله تعالى ابتلى الناس بالنعم وبالمصائب، ويبتليهم من أجل الرجوع إليه سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد نحن كلما زاد البلاء ازددنا معصية لله، بل بعضنا يزداد عنادا وحربا لدين الله سبحانه وتعالى. وبالأمس سمعت أحدهم وهو يحارب شعيرة من شعائر الإسلام باسم الإسلام في الرادي، واحد في راكبين في العربية ماشيين على الحاج يوسف، بعدين جابوا في الرادي واحد خش عليه بمداخلة بيتكلموا عن مسألة الختان. واحد خش عليه هو طبيب، جايبين معاه لقاء في الرادي وكذا في الإذاعة، فواحد خش عليه قال له: السلام عليكم. وعليكم السلام، معاكم حذيفة. قال لي، قال له: تفضل يا حذيفة. قال: يا جماعة، مسألة الختان دي مسألة من الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ده كلام واضح، ونقل الأحاديث، مجموعة من الأحاديث، وختم كلامه بنقل كلام الأئمة الأربعة، ذكر كلامهم وكلام الأئمة واحدا تلو الآخر، تناول هؤلاء الأئمة وذكر كلامهم. بعد انتهى بدأ الطبيب يقول له: الحمد لله، جزاك الله خير، وتبينت الحق، وكما يقال الرجوع إلى الحق فضيلة، وكما قال بعض السلف: لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. الطبيب قال: لا صح، أنا دكتور وطبيب، لكن برضو أنا متفقه في الدين. هي من البداية بتوريك إنه الشغلة دي جايطة. مما الزول يقول لك: أنا ذاتي فقيه ومتفقه في الدين، عارف المسألة شنو؟ بعد ذاك مسك له قال له باللفظة دي، قال له: يا حذيفة، شكرا لك على المداخلة الطيبة، لكن احنا بنرد الأحاديث اللي جبتها دي، نرد لك عليها حديث حديث. قال باللفظة دي كده: نرد لك عليها حديث حديث. وبقى يلخبط ويجيب في شبهات واهية أوها من بيت العنكبوت، وكلام يعني كلام مؤلم. وللأسف الشديد هذا في ديار الإسلام أو في ديار المسلمين عفوا وباسم الإسلام. يعني احنا الآن الهجوم الأكبر للأسف الشديد نجده من هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم وإلى الإسلام زورا وبهتانا، وهم أعداء لله رب العالمين. وأنا ما عارف ناس زي ديل، حتى إذا كان الله اداك ذكاء واداك عقل بزعمك وانت شايف نفسك مؤهل، ليه ما حاربت اليهودية المحرفة، النصرانية المحرفة، ما حاربت المشركين، ما حاربت الأديان المجوسية غير من الأديان الباطلة؟ ليه بس صوبت السهام تجاه الإسلام والمسلمين؟ والناس ترتاح، والله الذي لا إله غيره شغلة دي تستمر كذي بس، ضيق ورا ضيق. ونحن في النهاية إلا يشاء ربي شيئا، نحن في النهاية ولله الحمد نتعلم والقليل، ونبلغ الدين ونصبر على ما يأتي،
ونكون حربا على هؤلاء المبطلين ونصبر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. يا أخي ما أقول يا أخي ناس زارين صفوف تقيف هنا حاربوا في الله سبحانه وتعالى، مسكوا الدين ده مسألة مسألة يهدوا فيها وعلى مرأة وعلى مسمع في الإذاعات والتلفزيون. عذاب القبر طعنوا فيه، علامات الساعة طعنوا فيها، نزول المسيح عليه السلام طعنوا فيه. واحد بيجا يطعن، واحد في الحاج يوسف يقول لا بينزل بعد 7 سنوات. كلهم كذب وخونة وأعداء لله سبحانه وتعالى. صفحة كاملة أو عمود كامل يؤصل للتصوف ولعبادة القبور والأموات. هذه الناس القبور راقدين والبنزين هذا ما راقد، هو الراقدين والبنزين ما في، وينو ما يحلوا الناس. وبلاوي كثيرة جدا، وفي أي مكان يجيبوا إذاعة شغالة هدم للإسلام وتأصيل للكفر وللشرك وللغلو. إذاعة ساهور، قناة ساهور، قناة إذاعة الكوثر، قناة ساهور، وقناة القبة الخضراء، وقناة ما بعرف النيل الأزرق وإلى آخره. ويجيبوا في قناة النيل الأزرق واحد يقول أنا جدي الكباشي الله اداه كن فيكون. دارين الله يفتح على الناس. دكاترة درسوا في الجامعات يعتقدوا أن غير الله ينزل المطر، والنظرة ترتاح. الليلة دي مجي يقول لك الصفوف والتعب هس عليك الله أركب من شارع النيل. شوف الناس دي قاعدة جوز جوز مصرين يعصوا الله سبحانه وتعالى. قبل ما تصل شارع النيل شوف 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 الصالات شغالة، إعلانات العيش بجنيه، وغنية لمحمد الأمين فنان صاحب الحنجرة الذهبية بزعم ب50 جنيه. ده ما 50 عيش هسي، وماشيين بعربية وجايين بكرعينه، وكل يوم ناطلين واحد. أول أمس في المستشفى هنا في العيادة بتاعت زينب، هنا العيادة بتاعت زينب، وينهي بوين بيجاي والله. واحد اداني مقطع فنان اسمه حسين الصادق، بيت نطت من المستمعين وصلته زي المغناطيس، طق غبلته ومسكوا فيها. بلد دي دارة تمشي وين ذاته؟ بعد ده جوا الجوامع ناس ينظروا يقول لك خليهم في حالهم. وبعد ده وجوا الجامع واحد تلقى قاعد له في كرسي ولا قاعد في الواطة يقول لك مالك ومال الناس. دل ما يحاربوا يا أخي، دل نخليهم كيف يا أخي؟ النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه، ما الموضوع ده ما زمان حسموا لنا ورانا له، دل لو خليناهم بنغرق كلنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله، أي القائم بحدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا في سفينة، رموا القرعة طلعوا لهم سفينة والسفينة فيها طابقين، واحد فوق وواحد تحت، ورموا القرعة استهموا في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، لأنه ذي تحت بيطلعوا من فوق ويرموا الدلو ويطلعوا الموية وينزلوا تحت محلهم تاني يشربوا. فقالوا لو أنا خرقنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، قالوا نحن لو قدينا بتحت عشان نازل فوق ديل ما نازلون نص الليل عطشانين وفي مرة عطشانة نطلع فوق نزعيون ونازل نايمين أخير من قد بتحت. قال فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ديل المنظراتية واحد بقد والتانين واقفين جنبه، نحن نجي من فوق يا ناس ما تقدوا اطلعوا يقول لنا واقفين لنا في السلم. هو لو بقده وبيخش هو براسه يكفيله معلش، لكن هو بقده وخلينا احنا نغرق كلنا. وده يا جماعه نصيحه انا اقولها من المنبر ده للدعاة الى الله تعالى جميعا، ان شاء الله تبلغ اي زول يتكلم في الدين. الناس ما تطول المقدمات للامه دي، ناس دي مستعجلة بموت مستعجلين ذاته والله إلا يشاء ربي شيئا. ناس دي ما أشياء ذول ما في وقت، ما تطول المقدمات، اديهم كذي كذب
كذا كذا، خلاص مش طوالي، مرات مقدمة بسيطة وهو مش طوالي، ما تطول. زول جاي للتوحيد تلقى ماشي بفوق بغادي، حتى نجي بعد تعب والناس يكون ناموا وصحوا وناس مرقوا وناس كذا. تعال من الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يا جماعة، الله خلقنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة دي الله ما بيقبلها مع الشرك، والشرك ده زي تدعو غير الله، ما تقول يا فلان يا كلا طوال، انت ماشي 5 دقائق توريهم الإسلام وانت ماشي طوال.